القصة التي سنتحدث عنها الآن هي قصة إعجاب من نوع خاص، بدأت بتغريدة وانتهت بتغريدة. القصة تبدأ بصورة نشرتها فتاة أمريكية تدعى سارة غريس إيميلي لشاب يقف خلفها ببعض السنتيمترات. كتبت عليها: أريد الخروج مع هذا الشاب في موعد غرامي، وأريد منكم أن تبحثوا عنه. تغريدتها حققت انتشاراً كبيراً على تويتر في أمريكا ووصلت إلى الشاب الذي تبحث عنه سارة، لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن في الحسبان. فالشاب الذي يعرف نفسه على تويتر باسم برو أولا قال لها على تويتر: أعتذر منك كثيراً، ولكن أنت لست من نوعية الفتيات التي أفضلهن. القصة لم تنتهي هنا، فبعد الموقف المحرج الذي تعرضت له الفتاة الأمريكية سارة انهالت عليها التغريدات الساخرة. بعد هذا الموقف المحرج والتغريدات الساخرة اضطرت سارة إلى إغلاق حسابها على تويتر، وبعد ساعات قليلة أعادت فتح الحساب من جديد واستقبلت العديد من التغريدات التشجيعية لرفع روحها المعنوية. أما الشاب الذي رفض عرض سارة فتعرض لموجة غضب كبيرة، وتداول المغردون صورا له مع فتيات شقراوات يشبهن سارة، وتساءل البعض كيف له أن يرفض هذه الفتاة المسكينة ويضعها في هذا الموقف المحرج. قصة الإعجاب التي بدأت بتغريدة وانتهت بتغريدة تحولت إلى تراشق بالتغريدات بين من يقفون في صف سارة وبين من يقفون في صف برو أولا. أكاد الأمر أن يصل إلى خلاف عنصري كون الفتاة بيضاء والفتاة من أصل أفريقي. ما أنهى هذا الخلاف تماماً هو ظهور تغريدات قديمة لسارة غريس إيميلي تبحث فيها عن شباب آخرين قابلتهم صدفة، ومنها مثلاً هذه التغريدة التي وجهت فيها رسالة إلى تويتر ومحطة مترو الأنفاق في العاصمة الأمريكية واشنطن، وقالت: لقد قابلت زوجي المستقبل في مترو الأنفاق وأريد منكم البحث عنه. ما رأيكم أنتم؟ هل منصات السوشيال ميديا مكان مناسب للتعبير عن إعجابنا بشخص ما؟ أم أن هذا يضعنا في موقف لا نحسد عليه؟ شاركونا بآرائكم عبر حساباتنا على السوشيال ميديا.